بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مترشحتكم للمجلس الشعبي الولائي لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي الأنسة بونقار العلجة، ليسانس كلاسيك العلوم السياسية وماستر دو في طور التحضير للدكتوراه بإذن الله. ترشحنا غيرة على الوطن، غيرة على هذه الولاية، غيرة على الشباب الطموح الذي يريد أن يبني مستقبلا في ظل هذه التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة. لنا أمل كبير في الشعب الصطيفي، في شعب ولاية صطيف، من أقصى شمال صطيف إلى أقصى جنوب صطيف. نريد الالتفاف حول قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، ونريد أيضا من الشباب أن يلتف وأن نقول أن يحارب العزوف وأن يعطي فرصة لنا ولدخول هذه المنافسة بإذن الله. شباب توجهوا معنا إن شاء الله، رانا معكم. هدفنا واحد، وطننا واحد، رايتنا واحدة،